اخر اشي توقعته منك انك تهرب، ايش هربتك؟ يا عمتي هربت، وين دهرب؟ وين دهرب يعني؟ يعني بعدني محلي، وين هربت؟ شو مالك؟ بتعيط كمان؟ يعني محلي. في اجي انا عرفته، انت هربتي، وفي فيديو انا شفته على التيك توك، على اليوتيوب، على الانستا، الكل يضيق، قاعد يضحك عنه، كل الله يرضيه. وسام متأكد انه تيك توك وانستا ويوتيوب؟ يعني انا منين بدي اطلع على التيك توك والانستا واليوتيوب؟ لا كأنك غلطان. لا وين تهرب بعدين؟ شو يعني بكذب عليك يعني؟ بعدين انا ولا مرة طلعت لا على تيك توك ولا على انستا ولا على اشي. ما انت بتعرف الاثبات معي يا خايني، يا خايني، هيك بتطلع على التيك توك، على الانستا، وعلى الفيسبوك، وعلى اليوتيوب، يا خايني. اوكي. انا متاكده اني ما طلعتش، والله العظيم ما طلعت لا على تيك توك ولا على انستا ولا على فيسبوك. انت بتعرف بحياتي ما حطيت حالي عايشه. شو مش مصدقني؟ بعدين انا عايش يعني بتقول لي هيك وبتعيط؟ بقولك ما طلعتش، افهم علي. بعدين بتقول الدليل عندك، ابعت لي الدليل اشوفه، ابعته. ليش رحت على الهند؟ ليش الهند بعيدة؟ انا رحت على الهند؟ وين رحت على الهند؟ انا على شو اسمه، على حيفا، مش نازلة تاني اروح على الهند؟ مالك اني هند؟ هاي احكي له حدا بيكذب عليك. والله يا عمتي بس حدا عم بيكذب عليك. اني هند هاي؟ تفضل شوفوا، فضحتيني على التيك توك، على الانستا، وعلى الفيسبوك، لك فضحتيني. وك يا عيسى يا عم تعا ايش فضحتك؟ بس قول لي ايش سويت انا؟ بعدين اني هند؟ انا بروح على الهند يعني؟ بعدين شو فضحتك؟ بس فهمني ايش فضحتك؟ شو عملت؟ دابك تعيط وهاي يعني احكي لي شو صار؟ يعني لو ايش هالالغاز هاي؟ قول لي شو في؟ هاي انا ولك فيش فيها اشي بشبهني؟ كل مره بتجيب لي وحده اشنع من التانيه، شو خصني انا فيها؟ ولا اقول انك غيران علي من متابعينك؟ شو السيرة هيك تبعت لي هاي الصور؟ فيش فيها اشي بشبهني. الله يسامحك يا عمتي، الله يسامحك. اخرى طالع حاطه مكياج، انا كم مره قلت لك ما تحطيش مكياج، وكمان حاطه بشرتك بأي صوت صادر، انا بعرف بشرتك، هي مش بشرتك، انت بشرتك صوتها صوت، هي مش بشرتك، انا بعرف. انا بشرتي سوداء؟ لشو جاي انا من الصومال يعني كاينة انها تكون بشرتي سوداء؟ من وين لوين بشرتي سوداء؟ لا عيسى اصلا انت طالع حلو الي. خليكي بالهند، ما ترجعيش، غد حياتك بتكون سعيدة. من غد ولك يا عيسى اني هند؟ اني هند؟ وك يا عيسى اني هند؟ انا تاعت هند. بقول لك انا حيفا، حيفا اللي هي حيفا طبرية مش نازلة عليها تطلع على الهند؟ شو الي بالهند انا تأروح على الهند وكمان اقعد ارقص بالشوارع هيك ولابسه هاللبس هذا اللي بخزي؟ شو مالك؟ حاسستك بتعرفش مين عمتك؟ خليك بالهند، ما تتحركيش، الهند مكانك المناسب. بس ناقصة اسا تجيب لي فيديو وانا راكبة على الفيل هاي، بس هيك بتكمل معي يعني. اني هند؟ اني هند؟ ايه انا اذا بعرف وحدة هون اسمها هند ببطل اعرفها تاني اطلع على الهند؟ شو ما يا بي يا بي يا بي يا بي منك ايه؟ شو السر يا عيسى؟ انت الناس غاب بضلوا حواليك، الناس غاب بعبدوك عبادة، واستغفر الله العظيم، واستغفر الله العظيم، واستغفر الله العظيم. لا هاي كبيرة هيك يا عيسى، هاي كبيرة، حسستني بإشي كبير، إن شاء الله اللي بفكر فيه يكون غلط. لا ما توقعتهاش منك. إيه
شو السيرة؟ مش لهالدرجة. هاي آخرتي أنا، شبهتني بالبقرة والعجل. الله يسامحك الله يسامحك، كل مرة أنت بدك تحط لي بلوك. أنا مش فاهمة شو عاملة أنا بحياتي، شو عاملة؟ يلا باي، يلا يا باي، خليهن يعبدوك بالهند، انا بدي اجي اياكي، خليهن يا بقرة يا بقرة يا عجل.